النهارده جايه اتكلم ازاي تحافظي على محيط العين من الخطوط والتجاعيد الرفيعه، وكمان هقول لك العادات الصح والعادات الغلط، وكمان العادات الغلط اللي بتزود التجاعيد والعادات الصح عشان نحافظ على عينينا اطول وقت ممكن، ما حصلش فيها خطوط ولا تجاعيد اللي بتضايقنا دي. كل ده هقول عليه النهارده، فما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف. يلا بينا. المنطقة دي مش بنفس الأسلوب بتاع الوش أو بنفس الطريقة، يعني المفروض دي ليها كريمات معينة وطريقة معينة غير باقي الوش، لأنها رقيقة جدا ومفيهاش خلايا دهنية زي باقي الوش بيفرزه طبيعي، فما بترطبش نفسها بنفسها، لازم محتاجة ترطيب من بره، والترطيب من بره ده من خلال الكريمات، وأنا هقول لكم الكريمات الكويسة جدا اللي أنا جربتها علشان تشتروها وتجربوها. العادات بقى الغلط اللي احنا بنعملها لعينينا. اول حاجه العاده الغلط اللي انا بكرهها هو الفرق. في بنات بتصحى من النوم تقعد تفرك عينيها، الفرق ده بيعمل خطوط كتير وتجاعيد وبجد بتعصبنا جدا، وانت بتعملي ميك اب بتتضايقي اللي في خطوط في عينك وتقولي الخطوط جت منين، ده انا مهتمه، ده انا بجيب اغلى حاجه، ده انا بحط مش عارفه ايه، ده انا بعمل وصفات ايه، وانت ممكن حاجه صغنونه قد كده تدمر وشك خالص. فبطلوا حكايه الفرق دي، يعني للابد بلاش فرق دي خالص. اول ما تصحي من النوم كده على طول مفيش، وانت بتغسلي وشك بتتعاكي المنطقه دي، غلط خالص خالص. طيب انت بتحطي موديل الميك اب على دي وتحطيها على عينك ربع دقيقه كده، ربع دقيقه وبعد كده تمسحي. طب لقيتي ميك اب بقى في رموشك او كده، انا بعمل ايه بقى؟ انا بعد كده اجيب واحده ثانيه واقصها اتنين واعمل الجزء اللي تحت ده كده، يعني اهو امشي على الرنش كده 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 واحده واحده، وامشي على تحت كده 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 زي ما انتوا شايفين، يعني الموضوع سهل جدا، ما بعملش اكتر من كده لغايه ما عيني تنضف خالص وبالراحه عليها جدا، فما عنديش خطوط تحت عيني كتير ولا القلق ده كله، عشان احنا لازم نحافظ على عينينا. مش حد خالي من التجاعيد، التجاعيد هتجيلنا بس تجيلنا في السن المفروض تيجي فيه، ما تجيش بدري، هو ده اللي بتكلم عليه. تاني حاجة واللي بتكلم عليها في كل فيديو بتكلم عليها بجد والله العظيم، بقيت هكتبها على قرصي، كريم الشمس. في بنات بجد بتعصبني تحط في كل وشها اللي تحت عينيها، تقول لا 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 ما ينفعش احط تحت. طب ليه ما تحطيش؟ هو هيكهربك ولا يعضك؟ معرفش ليه، انا مش عارفه ليه بيعملوا كده. طيب الشمس بيحفظك من التجاعيد، وكمان بيخلي الحته دي لون واحد، يعني في ناس ما عندهمش هالات سودا وعينيهم بس بيحصل لهم لون بني شويه او غامق شويه، ده اسمه تصبغات. التصبغات دي بتيجي عن طريق الشمس، وتقول انا عندي هالات وانت ما عندكيش هالات، انت لونك اغمق، الحته دي بتغمق اسرع. في ناس كده، في ناس كده، وانا هتكلم عليها في اخر الفيديو انواع الهالات، لازم تركزوا معايا. فالحاجات دي بجد انت بعد كده بتقعدي تحطي كونسيلر وتحطي باودر وتعملي خطوط اكتر، لانها بتحطي كونسيلر غلط وتحطي مش عارفه ايه غلط، فبتطلع خطوط اكتر، فتحسي لنفسك مش عايزه، فتمسحي وتمشي ونفسيتك زباله. يعني انا عارفه ناس بجد والله العظيم صحابي وانا كنت منهم، لو لقيت خط نفسيتي بتتدمر ببوظ. يعني تالت حاجه بقى نضاره الشمس. انت ليه ما بتحطيش نضاره شمس؟ مش فاهمه، يعني انت ليه بتقعدي تمشي مكرمشه وعاملالي فيها سبعات تمانيات في قرطك كده، ويطلع لي خطوط هنا ويطلع لي خطوط هنا وجنب عينك هنا، لانك طول الوقت مكرمشه المنطقه دي. طب انت مش عايزه نضاره شمس، البسي كاب، امسكي شمسيه، ما تكشريش في الشمس، ما العضلات دي كلها ايه، ما الجلد ده لما بيتعود على وضع بيكتر بعد كده فيه. فبليز حطوا كريم الشمس والبسوا نظارة شمس والنبي، واشربوا ميه كتير، الميه كتير حلوه قوي في الوقت ده. انا هقول لكم دلوقتي الكريمات اللي انا بستعملها، مش قدامي دلوقتي بس هنزلها لكم صوره في الفيديو عشان تعرفوا كمان تصوروها، انا اتكلمت عليها في فيديو قبل كده عن كريمات العين اللي انا بستعملها، بس دول اهم كريمات انا بستعملهم ما اقدرش استغنى عنهم ابدا. ليه بقى؟ لان الكريمات اللي في السوق دلوقتي تحس اللي فيها طبقه شمع والله العظيم، يعني انت بتحطيها على عينك طبعا لازم تحطوا الكريم بالصباع الاخراني ده اهو، بتطبطبي كده بتطبطبه مفيش داعي. هقول لكم بقى حكايتي مع الكريمات، انا الكريمات دي جربتها كتير قوي، كنت متخيلين اصرفت فلوس قد كده على الكريمات، وصيدليات اكتوبر تشهد. ليه بقى؟ الكريمات العين الاغلبيه من الكريمات فيها زي طبقه شمع، يعني تحطي كل حاجه، تحطي الكريم بالطريقه اللي انا قلت عليها دي، وتيجي تحطي الميك اب تتشال زي اكنك بتعملي تقشير البشره، فيطلع زي اكنه مكوم كده، فتحسي ان هو في طبقه شمع بتلمع بس ما بتعمليش حاجه اكتر من كده، انها بتديكي لمعه وبتديكي
وهم اللي عينك ما فيهاش خطوط وهي بتداري دي بطبقة من الشمع، فدي انا لاحظتها. فدول احسن نوعين كريم لقيتهم بجد محفزين وعالجوني، ولازم عينيكي ما تتعودش على كريم واحد، انا بغير بين الاثنين دول، يعني دول اول ما يخلص اجيب ده وده اول ما يخلص اجيب ده وهكذا، لان بشرتك لما بتتعود على حاجه ما بتستقبلهاش بعد كده ولا تستقبل فوائدها، فخدي بالك من الحته دي كويس. لازم نتفق اتفاق مفيش كريم بيخفف الهالات، يبقى كداب اللي يقول لك كده. في حاجات تانية تخفف الهالات بس مفيش حاجة زي دي بتخفف الهالات. الكريمات اللي في السوق كلها ترطيب وتحفيز للكولاجين بس. بس بيضحك عليكي لو قالك الحاجات دي اللي عينيهم منفوخة واللي مش عارفين يناموا واللي عينيهم زلقان شوية هيروح بالكريم، ده كدب قوي، مفيش كده خالص. لازم تروحي الدكتور وتعرفي السبب الرئيسي ايه. بس انا دلوقتي هقولك انواع الهالات اللي انا الدكتور بتاعي قال لي عليها. الهالات السودة خالص دي من هنا كده سودة 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 قاتمة، وراسة وراسة من الاب او الام، دي لازم تروح لدكتور بيعمل ساعتها بقى شغله بقى ليزر مش عارفة ايه، بيعملوا حاجات غريبة كده فبتتخفف، ما بتروحش بتتخفف، لان مفيش دكتور يقدر يقرب من عينيكي من تحت هنا، بيعملوا بس هنا فيلر، ما يعملوش تحت عينيكي اي حاجة، ممنوع. لازم تحب الخطوط، لو طلع لك خطوط طلع طبيعي عشان ما تزيدش، بس لازم تحب نفسك كده وتتأقلمي على كده. واللي زرقة شوية زي حالاتي، انا تحت عيني ازرق شوية لان عروقي باينة، فعروقي لما بتبان تحس اللي قدامي اللي اكني بضربة بوكس، مزرقة تحت عيني، فكل ده يبقى مزرقة. انا ما اقدرش استغنى عن الكونسيلر على فكرة، اوكي ما حطش في وشي حاجة بس لازم احط كونسيلر، وانتوا عارفين ومتابعيني في الفيديوهات انا بشتري نوع ايه كونسيلر. طيب اللي تحت عينيهم زرقة شوية دي قلة نوم، او زي حالاتي انا عروقي باينة، فلو عينيها ما عندهاش عروقها باينة دي قلة نوم او نوم كتير. بنفسجي او الاحمر، يعني تحت عينيها لونها بنفسجي او احمر، دي سماكة الجلد، يعني جلدك ده غير جلدك ده، جلدك ده رقيق جدا لدرجة ده تخين شوية، فقالب على موف او احمر، فده ساعتها ده طبيعي، حاجة من عند ربنا، لهالات ولا حاجة، فانتي ده طبيعي لازم تتأقلمي على كده. البني الفاتح ده تصبغات من الشمس، يعني لازم كريم الشمس، ارجوكوا كريم الشمس كريم الشمس كريم الشمس كريم الشمس، مهم جدا كريم الشمس ونضارة الشمس، اوعى تستغنى عنهم في صيف ولا شتاء، احنا في مصر يعني الجو يبقى حر جدا، وكمان الدول العربية اللي فيهم شمس لازم كريم الشمس، مش اي حاجة تحطيها تحت عينك. موضوع الزيت يا بنات والوصفات الطبيعية، انت بتدمري اكتر، تستعمليش حاجات طبيعية، صدقيني الحاجات الطبيعية بتدمر مش بتفيد، او بيستفادوا منك على قفاكي عبيطة، وحياة ربنا هتخلونا نغلط. اوعي تشتري او تشوفي اي حاجة وتروحي تجري عليها، اقري الحاجة دي، اقري الحاجة كويس، شوفي فوائدها قد ايه، مضره قد ايه، ناس جربتها قد ايه. زي دلوقتي في حتت كتير كريمات، مثلا الكتير اللي احنا بنجربها دي، بتخش على موقع الكريم نفسه في ناس كاتبه ارائها، يعني خش على اسم الشركه اللي انا عرضتها دلوقتي فيتشي او ايفن، انا بنطق صح عشان في ناس نسيت بتنطقيها غلط كتير، فانا بعتذر. ايفن، انت تروحي دلوقتي تخشي على الموقع هتلاقي تقييم الناس عالميا، حلو ولا وحش او بيسايبين الاراء بمنتهى الصراحة، وانت كمان خش اعملي شوف الريفيوهات على الانترنت، شوفي الناس بتتكلم عنه، شوفي الدكاترة بتتكلم عنه ازاي، فانت لازم تركزي في التفاصيل دي علشان بعد كده ما تندميش، لان وشك ده مش هيتكرر. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، في حاجات كتير هتعجبكم، وانا بشتري حاجات اول باول فبجربها قدامكم لايف على الانستجرام، فتابعوني بقى على الانستجرام. باي باي.